بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 33. المقدار المتفق عليه بين أهل العلم أن ما غير صفة الماء أحد أوصافه الثلاثة، غير لونه أو طعمه أو ريحه من نجاسة فهو نجس، هذا بإجماع أهل العلم. أما إذا وقعت نجاسة في ماء ولم يتغير، هذا إن كان كثيرا يزيد على القلتين هذا طهور بإجماع أهل العلم، وإن كان أقل من قلتين فهذا موضع العفو والأحوط جنابه، قوله صلى الله عليه وسلم: لا بلغ الماء قلتين لم يحمل. مفهومه أن ما كان دونهن أنه يحمل الخبث ويؤثر فيه، فالاحتياط تركه إذا كان قليلا وفيه نجاسة ولو لم يغير أحد أو الحياض أن يتركه لأن خروج منه. وأما إذا كان أكثر من كلين ولم يتغير فهذا طهور، إنما بمجرد التغير بالطعم أو باللون أو بالرائحة فهذا على طول يحكم بنجاسة. نعم، يتغير بنجاسة إذا ظهر عليه التغير بالنجاسة فهذا يحكم بنجاسة يجمع عليه. سؤاله الأخير يقول: ما الحكم بالموضع الذي يمسكه كلب الصيد بفمه من الذي هل يجب غسله 7 مرات يرهن بالتراب، أم لا ينطبق هذا الحكم إلا على الآنية التي يأكل أو يشرب فيها الكلب فقط؟ الغسل 7 مرات بالنسبة للكلب هذا إذا شرب في الإناء أو أكل، أما كلب الصيد فإنه يعفى عن أثر عضته في الصيد، يعفى عن ذلك، لأن الله تعالى قال: فكلوا مما أمن عليكم اذكروا اسم الله عليه، ولم يأمر بالغسل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أرسل كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، ولم يأمر بالغسل، إنما الغسل 7 مرات ذهب التراب يختص بالإناء إذا ولغ فيه الكلب أو أكل منه، سواء كان كلب أو غيره. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع لقمان حسن البرواري من العراق، يقول: نسمع عن المسيح الدجال وعنته التي استعاذ منها الرسول الله عليه وسلم وأمرنا بالإعادة، فمن هو المسيح الدجال وما صفته وما هي فتنته التي نتمناه، ومتى يظهر، وهل ومتى يظهر بالأحياء من الناس أم عامة من الأحياء والأموات، وكيف نستقي فتنته، ماذا يجب علينا فعله، يجب علينا نأمن من خطرها، المسيح الدجال مسيح رجل يخرج في آخر الزمان، يخرج من علامات سواء كان كلب من عظيم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع لقمان حسن البرواري من العراق، على يقول: ضعاف الإيمان، نسمع عن المسيح الدجال وعنته التي خلق عزيزنا صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالإعادة، فمن هو المسيح الله عليه وسلم وما صفته وما هي فتنته التي نستعيذ بالله منها، ومتى يظهر، وهل أمر صلى الله عليه وسلم بالأحياء من الناس أم عارم تستعيذ بالله والأموات، وكيف نستقي فتنته، ماذا يجب علينا فعله، عليه وسلم نستعيذ بالله منا من خطرها من عذاب القبر. المسيح الدجال رجل يخرج في آخر الزمان، نعود من علامات أوصافه، وهو رجل يخرج معه بفتن عظيمة، يخرج معه بفتن عظيمة تؤثر على ضعاف الإيمان، وقد يهلك بسببه خلق كثير من الناس من عصم الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أمته الدجال ففتنته عظيمة، وأمر صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يستعيذوا بالله من قرب قيام الساعة، وإذا ما حصل منه ما حصل من الضرر على الناس وعلى المسلمين، إن الله سبحانه وتعالى برحمته ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، عيسى بن مريم عليه السلام يريح المسلمين من شر، وبذلك ينتصر الحق، ويقوم عيسى عليه الصلاة والسلام بتنفيذ شرع الله ويحكم بشريعة الله بدين محمد صلى الله عليه وسلم، وينتصر الحق على الباطل عند نزوله عليه الصلاة والسلام. يقول: هل فتنته خاصة بالأحياء أم هي عامة؟ فتنته بالأحياء، الأموات فقد انتهوا، انتهت علاقتهم بالحياة الدنيا، يعني لا يستطيع أن يعيد أحدا منهم قدرته التي منحه إياها لفتنة، ما ورد أنه يخرج من في القبور، لكن ورد في قصة الرجل يخرج عليه من المدينة يقول: أتؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الدجال، ثم يقطعه نصفين ويقول له: قم، فيقوم إلى آخره. هذا ورد مع الرجل وهذا حي، أما أصحاب القبور ليس لهم قدرة على أن يخرجهم من قبورهم. يقول أيضا: كيف نستقي فتنته، يعني ماذا يجب علينا فعله؟ يجب علينا أن نستعيذ بالله نفسه كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا إلى جانب عمل صالح الذي يرغب الإنسان يأمن من فتنته، لأنه
لا ينخدع به أو لا يغتر به إلا قليل الإيمان. لا شك أن المسلم يجب عليه أن يعمل ما يقوي عقيدته وإيمانه ويكثر من الطاعات والتمسك بالعقيدة الصحيحة وأداء الواجبات وترك المحرمات. هذا واجب عليه في كل حياة، لا من خصوص المسيح الدجال، بل هذا واجبه الديني الذي أوجبه الله عليه. ولكن من اتصف بتمسك كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأداء ما أوجب الله عليه واستعاذ بالله من شر الفتن، فإن الله سبحانه وتعالى يعصمه ويعيذه. بقي سؤال، هل هناك أماكن يعني لا يصل إليها الدجال؟ نعم، لا يصل إلى مكة والمدينة، ويسير في الأرض وبسرعة إلا مكة والمدينة، فإنه يمنع من دخولها. نعم، ولكن المدينة ترجف ويخرج منها كل منافق، يخرج من المدينة كل منافق. نعم، حتى يقع في شيء، حتى يقع في شيء. نعم، العياذ بالله. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع السعيد سلامة ولية مصر العربية كفر الشيخ يقول: من هم أهل الفترة؟ وهل في زماننا هذا أهل الفترة؟ وما الحكم فيهم؟ أهل الفترة هم الذين يعيشون في وقت لم يبلغهم فيه دعوة رسول ولم يأتهم كتاب، الفترة التي بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. الفترة هي الوقت الذي لا يكون فيه رسول ولا كتاب. ويلحق بأهل الفترة من كان يعيش منعزلا مثلا عن العالم أو بعيدا عن المسلمين ولم تبلغه دعوة، هذا يلحق بأهل الفترة. إذا كان يعيش بعيدا عن الإسلام وعن المسلمين ولا يسمع بشيء ولم يصل إليه دعوة، فهذا يلحق بأهل الفترة. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما حكمهم فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. سؤاله الثاني يقول: هناك من يقع في التوسل بغير الله ويطلب المدد من الأولياء والصالحين رغم أنه يوحد الله بالقول ويصلي ويصوم، وإذا نهيناه عن ذلك كابر وجادل، حاول أن يحرف في معاني القرآن ويقول: إنني لا أطلب من هؤلاء الرزق مباشرة أو النفع أو دفع الضر، ولكني أطلب من الله ببركتهم وصلاحهم وتقواهم. فهل في هذا فرق بين من يطلبهم مباشرة أو يطلب الله بواسطتهم؟ وهل هذا القائل على حق أم لا؟ التوسل للأموات والغائبين أمر محرم لا يجوز، لأن الميت والغائب لا يقدر على أن يعمل شيئا مما طلب منه. ثم هذا يختلف، حكمه يختلف باختلاف نوع التوسل. فإن كان المتوسل بالغائب والميت تقرب إليه شيء من أنواع العبادة كالذبح له والنذر له ودعائه والإعتراف باسمه طلب المدد منه قضاء الحاجات، هذا شرك أكبر ينقض من الملة والعياذ بالله، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة أو أنواع من العبادة لغير الله. ومن عبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة فقد أشرك وارتد عن دين الإسلام، وإن كان يصلي ويصوم ويحج ويعمل ما يعمل، لأنه أبطل إسلامه بالنواقض التي سبها والعياذ بالله. الذي يتوضأ وإن الحدث ينقض الوضوء، كذلك الشرك ينقض الإسلام، ولا ينفعه كونه يصوم ويصلي ويحج ما دام أنه يتقرب إلى الأموات والغائبين من الجن أو الملائكة أو الشياطين، قرب إليهم بشيء من أنواع العبادة، يعني يذبح لهم أو ينذر لهم أو يحتف بأسمائهم أو يطلب منهم المدد، هذا شركنا. أما إذا كان التوسل الغائب والميت بمعنى أنه يدعو الله سبحانه وتعالى ويجعل هذا واسطة، يقول: أسألك بحق فلان أو بجاه فلان، فهذا بدعة لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، لكنه بدعة محرمة وهو وسيلة إلى الشرك وباب إلى الشرك يوصل إلى الشرك. فالحاصل أنه لا يجوز التوسل بالأموات ولا بالغائبين بأي نوع من أنواع التوسل. إن كان يطلب منهم الحاجة ويدعو لهم وينذر لهم فهذا شرك أكبر، وإن كان مجرد أنه يسأل بجاههم أو بحقهم فهذا بدعة محرمة ووسيلة من وسائل الشرك. أما قول السائل عن هذا المكابر أنه يقول: أنا لا أدعوهم وإنما أدعو الله سبحانه وتعالى بصلاحهم وتقواهم، هذا هو عين قول المشركين الأولين. إن المشركين الأولين كما قال الله تعالى عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكما قال الله تعالى عنه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. المشركون الأولون يعلمون أن هؤلاء الأموات والمدعوين من دون الله لا يقدرون على الخلق والرزق والإحياء والإماتة، يعتبرون أن هذا لله سبحانه وتعالى، وإنما يريدون من هؤلاء مجرد الشفاعة أو مجرد الوساطة وما أشبه ذلك مما يتعلل به إخوانهم من المشركين اليوم. أتابكم الله. بقي له سؤال يقول فيه: ما هي حدود موالاة أعداء الله والمحادين له التي إذا وصلها
المسلم أو تجاوزها خرج عن الملة، وما هي الحدود التي يجب أن يلتزم بها المسلم في تعامله مع غير المسلمين؟ أن الموالاة التي حرمها الله ورسوله، موالاة الكفار التي حرمها الله ورسوله، هي محبتهم في القلوب، لأنه لا يحبهم إلا إذا كان يرى صحة ما هم عليه، أما لو كان يرى بطلان ما هم عليه فإنه يعاديهم في الله عز وجل. ومن الموالاة المحرمة أيضا مناصرتهم على المسلمين ومعاونتهم، وهذه ردة عن الإسلام. وكذلك من موالاتهم الاعتذار عنهم وتبرير ما هم عليه والثناء عليهم ومدحهم وما أشبه ذلك، كل هذا من الموالاة، محبتهم في القلوب أو مساعدتهم ومعاونتهم على المسلمين ومظاهرتهم أو الدفاع عنهم بالقول بتبرير ما هم عليه والاعتذار عن ما هم عليه ومدحهم وما أشبه ذلك، كل هذا من أنواع الموالاة المحرمة والتي تصل إلى الردة عن الإسلام والعياذ بالله. قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أما ما يجوز لنا من التعامل مع الكفار فهو التعامل المباح، نتعامل معهم بالتجارة ونستورد منهم البضائع ونتبادل منهم معهم المنافع ونستفيد من خبراتهم، نستقدم منهم، نستأجره على أداء عمل كهندسة أو غير ذلك من الخبرات المباحة، هذا حدود ما يجوز لنا معهم. نعم، طبعا مع أخذ الحيطة والأمن من مكرهم وشرهم ما في شك أنه لا بد من أخذ أن لا نأمن جانبهم، هذا ما في شك أن المسلم يجب عليه حتى في حال تعامله المباح مع الكافر أن يكون على حذر منه ومن دسائسه ومن، وأن لا يكون له سلطة في بلاد المسلمين إلا في حدود عمله، ولا يكون له سلطة على المسلمين أو على أحد من المسلمين، وإنما تكون السلطة للمسلمين عليهم. جزاكم الله.